السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من وايلد سكر على قناة النادي الأهلي. كالعادة أسبوع قوي جدا في الشامبيونز ليج، تألق محمد صلاح وحصوله على أفضل لاعب في الجولة كان أقل تقدير لمحمد صلاح خلال مجهوداته مع فريق ليفربول، وأخرها في مباراة مانشستر سيتي اللي قدر إن هو يتفوق بفريقه بفوزه 3-0. أيضا شفنا مباراة ريال مدريد وتألق جديد لرونالدو، وكالعادة زي ما توقعنا مع حضراتكم كل الكبار متفوقين ما عدا مباراة ليفربول ومان سيتي اللي ليفربول بيقلب الطاولة على الكل، والناس بقت متوقعة له ان هو مش بس كمان يتخطى الدور قبل النهائي، ممكن يكون كمان موجود في المباراة النهائية للشامبيونز ليج.